مرحبا بكم اذا باش نواصلوا معكم نسنا تيديك القهوه كون هارثين معنا كالعاده انيسه روي بحث بحن ورانيسه. اهلا وسهلا. مرحبا بك. اليوم تقنيه جدا. اليوم باش نحكيوا على سيراميك ان شاء الله. شنو اخترت لنا كموضوع؟ شنو باش تعملنا بالضبط؟ احنا قبل تعرضنا على البات ديكوراتيف اللي هي سوفور نتاع حكه ونخدموها بسباتول. المره هذه حبيت نغير في شكل السيراميك وقلت نخدموا البات ديكوراتيف بتوب. دونك اول حاجه نعمل التراساج بقلم رصاص نتاع النيفو اللي احنا باش نخدموه هكا. النيفو اللي احنا نحدوه باش ما نفوتوهش. توا باش نغيروا في الشكل نتاع قطعه السيراميك باستعمال البات ديكوراتيف سو فورم نتاع توب. بعد ما نكونوا بالطبيعه انه حكيناها بالحكاكه حرشه اللي هي اسمها زنبرة. حكينا عليها مره اخرى. أي. اما ماذا بينا يعني ملاحظه ما نحكوش برشا برشا ما كانش السيراميك يولي ارطب وما عادش يتشرب لنا الاكريليك ولي برودوي. شويه اذا كان فما دي بتيت امبرفيكسيون. دونك بالباد ديكوراتيف نعملوا شكل نتاع البو نتاع كروكوديل. اي. دونك نخدمو. نعرف سي با فاسيل مي ميساش نحاولوا خطر على الكاميرا نعرف. نخدمو هكايا مربعات ونحاولوا نمروا الفراغ نتاع المربع. البات ديكوراتيف يحب لها حكايه محسوب 4 سوايع باش تشيح. أربع سوايع. وإحنا كي نخدموا المربعات ما نلصقهمش لبعضهم، نعملوهم متباعدين وبطريقة يا إما منظمة مربع تحت مربع وإلا بطريقة غير منظمة، يعني زوز يعطيو شكل حلو برشا. دونك باش ما نبتاوش في ليتاب هذيا كيما هكا شنو اللي شفنا. حذرت وحدة حاضرة. أي. ولا هذه 4 سوايع وشحت. هذه شحت هاكا كي نمسوها البات ديكوراتيف. اما فاش غيرت الشكل هاكا لي بوان هذوما طالعين اون رولييف اون 3D. توا في النيفو هذايا باش نخدم بالكولور اللي من هنا الكولور هو ترونسبارون اللي باش نلصقوا به الفيونور يتسمى ميكسيون. اسماء تقنيه هو يعرفوها لي زارتيزون اللي يخدموا يعني في الحرفه هذه. دونك لون ترونسبارون ميكسيون فوش اللي قلنا اللي احنا سبيسيال بانسو الرسم اللي عملناه الخط بقلم رصاص نحاولوا ما نفوتوهش بالميكسيون هذيا. هذه تو شنو الدور نتاعها؟ هو يلصق الورق الذهبي اللي بعدين باش نخدموا به. هذايا الورق الذهبي. هو ورق خفيف برشا برشا ونكونوا مالك لو تسمع خفيفة برشا الورقة بالكبير خفيفة برشا بالهواء برك في ساعة ما تتقطع. ايه لازم نستحفظ عليها ونعرفوا كيفاش نخدموا بها. اوه احنا كما قلنا كل ما هو صنعة يد ماهوش صعيب يستحق كانوا صعبال اكها. صعبال على الاخر زاد. ايه هذايا دونك حضرت الميكسيون تاعي دهنت به. الميكسيون هي شيميكمون شنيا؟ هي كول انسيشابل، كول ما تشيحش. تقعد ديما تتلصق وين تمسها تتلصق. دونك عندنا في التوا دخلاني كيفاش باش نزينوه بالاكريليك. حبيت اللون الاسود. نخلي حريه الاختيار ساده المشاهدين. فما معناتها الوان اخرى برشا الوان في الاكريليك وفما برشا انواع زاده. فما الاكريليك مات، فما بريون، فما ميم الميتاليك. دونك بالاكريليك حبيت نوار. نوار ديما يضفي جانب حلو برشا لل متخم. نوار ايه متخم. دونك من نيفو اللي انا عملته قلم رصاص هو اللي من تحت منه هو اللي باش نخدم باش تغطيها الكل. بعد يظهروا الكعبورات هذوك مال يظهروا اللي هما اون 3D. اوكي ونكمل تلوين القطعه نتاعي
بالاكريليك نوار. ماذا صعيبة نيسا العملية؟ للي واحد يفهم في البروديه هي وصعبة فقط أي. يعني لا غير به اللي تاب هذي يظهر لي سهلة ميهرش صعيبة يعني ما تستحقش تركيز كبير. على خاطر اللي تاب اللي بعدها هي اللي تستحق منها شوية وقت، ماذا بيا هي اللي ركز عليها أكثر. به نمشي من اللي تاب اللي بعدها لو بسم الله. به هذيك كنت نوع خليوها تشيح، خليوها تشيح. هو درج يشيح الاكريليك ما يستحقش منه برشا وقت. جبنا موديل اخر المدهون ديجا وشيح. هذايا الموديل عملنا له الميكسيون، كان تلاحظ كي نمس تقعد يتلصق. اي اي علاش قلنا كول انسيشابل ما تشيحش. وعملنا بالاكريليك النوار مزينه برشا. لكن الاضافه اللي كانت فيه شنو؟ انه خدمنا بالفوليو، مره لصقنا به الاستراس احنا اي، ومره عملنا به كانت تفكر الموتيف الخلاله في الصندوق أي. ولصقنا أي. عليه الفيونار. وهوني فاش الفوليو هو نستعمله زوز، المره هذه ماذا بيا بالفيونار خير. دونك الفوليو هذايا هو اللي هنا بديت ديجا الخدمه نتاعو، هو اللي نعديو عليك المربعات، على المربعات اللي احنا غطينا الكل. علاش هو اللي باش يولي بعدين بالورق الذهبي باش يقعد كونتراست، احنا عملنا جو دو كونتراست. واضح. دونك نعديوه الكل فيا برشا صعبه. اي بهر على واحد يخدم موزايك. ايوه توا باش نجيو للورق الذهبي اللي هو سو دو دو فورم، فما البابيي هذايا يتسمى فوليو كيف كيف الاسم التقني، وهذاك الفيونور ليوبار، خاطر فما الفيونور زاد ارجون، فما كويفر، وفما دوري، والا ليوبار. ليوبار احلاهم، يعجبني في الخدمه حلو برشا. اللي في يدينا. اي هذاك هو. هذا ماهوش فراجيل. اي. اما هذا برك يلزم كي نخدموه احنا نغزروا للبلاصه اللي تلمع. على خاطر كي نخدموه هكايا ننزل ونحي. شفت يقعد الدوري. افيغ يا ميزيغ معناها يلزم تلصق وتنحي تلصق وتنحي. تلصق وتنحي. اي فهمت. هذاك هو. ايوه دونك هذه هكا شفت الدوري نتاعو. زيت نحاولو نكملوه. مش لصق فيه على القفاه هكا ولا؟ ايه على هذاك قلت كي لصق ونغزروا البلاصه الدوري واللي يتنحى الفيونار اللي يلصق بلاصته تتنحى. اوكي. يعني في الحاله هذه نبدلوا الورقه، ناخذ ورقه جديده وهكاك وننسج على هذا المنوال، جوست ننزل بصبعي ونحي. هذيك هي العمليه ماهيش صعيبه. واضح. شويه وقت فقط. وتكون هكيك كملت معناها هكا نكملها الكامل بالدوري. الفيونار ليوبار. هي نعديوها جوست من الفوق. الورق الذهبي نسيسو هاكا نرميوها هكا وبالليبونج جوست نعديو وهي تلصق. اللي لصق هاكا سافا، واللي ما لصقش نعاودو نلصقوه. علاش إلي سوبل ودو بريفيرونس يتخدم في بلاصه ما فيهاش برشا هواء وماش تنحى تلصق كهو معناها يفوا بوغ. هو يلصق مي فما فيرني تابعه يتسمى غوم لاك غوم سيلا. دونك البلاصه اللي لصقناها اللي لصقت هيكا، اللي ما لصقتش نعاودوا واحده اخرى ورق ذهبي ونلصقوها كما قلت لك شويه تو بتي بو صعبه فقط. واضح معناتها نقعدوا نوسعوا بين هكيك باش نشوفوا كامل لين نلصقوه. واضح كامل. بعدين نقوم بعمليه التزيين نتاعو بالطبيعه، اذا فاكمل نقوم بعمليه التزيين هاكا باش نحينا الاكسي
نعاودو كوش اخرى للمرحله. التزيين سبق وورينا اللي يجيو انواع الاستراس. انواع هكا نتاع الاستراس. ايوه انا تمنيت نكمل لكن شويه هواي هو اللي الاستراس هو اللي باش يخليه يلصق بالطريقه هذيا. نعملوه في الكلوازون اي هاكا منا ونعملوه في الكلوازون هذيا الثاني فوالا باش يجي حلو مزيان واضح. شكرا لك أنيسة، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. توت كمان هنا أنيسة ما زينوا بها الديكور نتاع نسم الصباح. شكرا لك، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. إذا